السلام عليكم، حياكم الله ومسيكم بالخير. يسألني كثير من أخوانا عن تأثير فيروس كورونا على العقار، بينزل ولا بيرتفع ولا بيركد ولا وين رايحين؟ أولا، العقار يختلف عن أي سلعة أخرى، يختلف عن الذهب، عن الأسهم، عن البترول، بطيء جدا في حركته سواء نزول أو ارتفاع. لذلك أرقام لا يمكن أن تتضح قبل على الأقل من 3 إلى 6 أشهر. أي واحد بيجازف ويعطيك معلومة قبل هذه التواريخ فعلاً أنه مجازف بمصداقيته. استمر الوضع على ما هو عليه، أول 3 أشهر قد يكون في ركود، إذا استمر الوضع على ما هو عليه. طيب لو استمر على ما هو عليه 6 أشهر قد يكون فيه نزول. لكن هناك أمرين، وهنا مربط الفرس، لو حصل أي واحد منهم قد يغير اتجاه السوق. الأمر الأول، لو أعلنت الحكومة نجاح خطتها في التعامل مع كورونا، في هذا الوضع لن يكون فيه طبعا نزول، ما أعتقد والله أعلم، وإن كان فيه قد يكون في ركود بس على بعض أنواع العقارات، لكن الوضع بيكون جيد جدا. طيب لو أعلن عن اكتشاف علاج أو مصل للفيروس، شو بيصير؟ ترتفع الأسواق كلها بما فيها العقار، كل شيء بغدي أخضر. هذه مجرد توقعات، وأنا بشر ممكن أصيب وممكن أخطي، لكن الأمرين اللي ذكرت الأخيرات اللي هو نجاح خطة الحكومة وأيضا اكتشاف المصل، فهذه أشياء متوقعة بنسب كبيرة جدا. لذلك اللي أحب أقول لكم، ابشروا، الأمور إن شاء الله أفضل مما تتوقعون. السلام عليكم، مع السلامة.